في السلايدز اللي فاتت شفنا طرق مختلفة إن إحنا نبيلد أوسيليتورز، سواء رينج سواء ال سي بيزد فيز شيفت أوسيليتورز، فشفنا طرق مختلفة جدا، وشفنا بعضهم مناسب أكتر لل Integrated Circuits Implementation، وبعضهم مناسب أكتر لل Discrete Electronics Implementation. الحقيقة في حاجة مشتركة ما بين كل الأوسيليتورز اللي في السلايدز اللي فاتت. المشكلة المشتركة اللي ما بينهم إنه هما ما بيقدروش يدونا accurate frequency أو frequency دقيقة، ومعنى frequency accurate إن هي frequency accurate وثابتة ما بتتغيرش. يعني لما نيجي نبص على الفريكونسي بتاعت الأوسيليشن بتاعت الأوسيليتورز اللي فاتت هنلاقيها فانكشن دايما في مثلا R و C، فالريزيستنس بتتغير مع التمبرتشر وبتتغير مع الفابريكيشن، ما بتقدرش تظبط قيمتها قوي and so on. حتى ال LC based oscillators اللي هم بيستخدموا كويل وكاباستور برضه الفريكونسي اكيوسي اللي ممكن نحصل عليها منهم ما هياش ساعات ما بتكونش مناسبه لبعض الابلكيشنز. عشان بس نتخيل الموضوع، مثلا الساعه، اي ساعه اللي هي الساعات العاديه خالص بيبقى فيهم اوسيليتر، والاوسيليتر اللي على طول مستخدم او الاوسيليتر اللي على طول مستخدم في الساعات اللي تدينا ريل تايم كلوك، الساعات العاديه بتبقى دايما كريستال عندي فريكوانسي 32.768 كيلو هرتز. هي دي الفريكوانسي بتاعت الاوسيليتورز المستخدمين في الساعات او في الريل تايم كلوك. بس عشان نتخيل ان مجرد بس لو في ايرور في الفريكوانسي دي واحد في الالف، الايرور الواحد في الالف ده كافي ان في نهايه كل اسبوع تلاقي ان الوقت فرق ب 10 دقائق. هتلاقي في ايرور في الوقت ب 10 دقائق بعد نهايه كل اسبوع. نتخيل يعني في خلال مثلا شهر هتلاقي الساعة drifted قد ايه. اوكي، فنتيجة الحكاية دي في applications لا تحتمل ان تكون الفريكوانسي بتاعت الاوسيليتور بتتغير، ولازم تبقى very accurate وما بتتغيرش مع اي حاجة، ولا ما بتتغيرش مع process ولا مع temperature ولا مع تغير مع supply and so on. الكاتيجوري بتاعت الاوسيليتورز الvery accurate دول في طرق ليهم. الطريقه المين ان انا اعمل اوسيليتور في اكيد ان انا استخدم كريستال اوسيليتورز. فكريستال اوسيليتورز ار كلاس اوف اوسيليتورز اللي يقدروا يدوني فريكوينسي في اكيد. قبل ما نخش في ازاي ممكن نعمل كريستال اوسيليتورز او ايه هم اساسا، ايه هم كريستال اوسيليتورز وليه سميناهم كريستال اوسيليتورز، قبل ما نخش في التفاصيل دي خلينا بس نشوف هو كريستال اوسيليتورز ممكن يدونا ايه. الكريستال اوسيليتورز ممكن يدونا فريكوينسي في اكيوت واكستريملي ستيبل وذ تمبرتشر، ما تغيرش مع تمبرتشر الا بقدر بسيط جدا. يعني التغير بتاع كريستال اوسيليتورز مع تمبرتشر بيبقى في الاوردر بتاع فيو بارتس بير مليون لكل 1 ديجري تشينج اوف تمبرتشر. فبنتكلم في ايرور بالبي بي ام. فيهم ميزه ثانيه ان تصنيعهم في الفاكتوري بيبقى سهل، وكلمه كات هنا المقصود بيها كات في الكريستال، هو بيقطعوا الكريستال باتجاهات وكاتس معينه بحيث يطلعوا فريكوينسيز معينه باكيوسيز معينه. والادفانتج الاخيره في كريستال اوسيليتورز ان هم بي شو very low loss almost like an ideal LC tank. طيب ايه هم بقى الكريستال اوسيليتورز وليه اسمهم كريستال اوسيليتورز وهم اساسا بيبقوا بيلت ازاي؟ الكريستال اوسيليتورز عباره عن اوسيليتورز بنعتمد فيهم ان احنا بنستخدم كريستال مصنوعه من او بالاصح ماتيريال ليها كريستالاين فورم. واشهر ماتيريال بتستخدم عشان نبلد بيها كريستال اوسيليتورز هي الكوارتز، والكوارتز ده عباره عن سيليكون مع اكسجين او سيليكون اكسجين تيتا هيدا. والكوارتز ليه بيزو الكتريك افكت. هو يعني ايه البيزو الكتريستي؟
البيزو الكتريستي معناها الكتريستي اللي جايه من كلمه الكتريستي اللي جايه من فاشو. يعني بيزو اساسا معناها كلمه معناها فاشو بس باللاتيني. طب ايه هو البيزو الكتريك ايفكت؟ البيزو الكتريك ايفكت ان انت ان الماتيريال لو اتحط عليها بفاشه تطلع لنا تشارج، او لو نفس الكلام لو اتحط عليها فولتج ديفرنس يتكون جواها ميكانيكال سترين. كويس. ف هي ايفكت موجود في بعض الماتيريالز بالظبط زي الماجنتيزم عن صعب. هي ايفكت موجود في بعض الماتيريالز. طيب احنا في الاخر برضو احنا هنعمل ازاي كريستال اوسيليتر؟ الكريستال اوسيليتر زي ما قلت هنبيلد سيركت باستخدام الكريستال. الكريستال ده كومبوننت، كومبوننت هتشتريه زيه زي اي كومبوننت، زي الريزيسترز زي الكاباسترز، عباره عن تو تيرمينال كومبوننت. جواه في طبعا الكريستال ماتيريال اللي اتكلمنا عليها دي. كويس. ولما تيجي تشتريه هتلاقي ان كل كريستال بتشتريها ليها سيرتن فريكوانسي، يعني الكريستال دي هتستخدمها عشان تطلع سيرتن اوسيليشن فريكوانسي. تمام. يعني زي هنا مكتوب مثلا 20 ميجا هرتز على الكريستال على الباكج بتاعت الكريستال محطوطه في السلايد. في الاخر احنا هنتعامل الكريستالز دي ليها بيزو الكتريك ايفكت. طب احنا هنموديل الكلام ده ازاي؟ الكريستالز ليهم الكتريكال موديل، ليهم ايكويفالنت الكتريكال موديل، والالكتريكال موديل بتاعهم عباره عن في الاخر ال او سي. يعني انت كانك جايب اندكتور وكاباستور، بس الفرق ان انت جايب اندكتور بكواليتي فاكتور عاليه جدا، يعني اللوسز اللي فيه قليله جدا. ده السيركت موديل بتاع الكريستال. عباره عن عندك يعني زي سيريس ريزونانس ستراكشر، وفي نفس الوقت عندك بارل ريزونانس ستراكشر ما بين سي 2 وما بين البرانش اللي جاي معاه ان بارل ده. تمام. سهل جدا ان احنا نحسب الامبيدنس بتاعه الكريستال زد سي ار عباره عن زد اس دي اللي هي الامبيدنس بتاعه السيريس ريزونانس برانش اللي هنا ده. تمام. اللي هي مجرد عباره عن ار اس سي 1 ال 1، واللي هي واضح جدا ان في ات سيرتن ريزونانس فريكوينسي 1 على جذر ال 1 سي 1 الامبيدنس زد اس دي هتروح لسيرتن مينيمم اللي هو ار اس. تمام. فاحنا عندنا زد اس دي تمام هتبقى بارل مع 1 على جي اوميجا سي 2 اللي هو البرانش اللي موجود هنا ممثل بكاباسيتور سي 2. ديفينتلي هيطلع لنا الاكسبريشن اللي عندنا ده. واضح جدا في الاكسبريشن ده ان انت عندك سيريس ريزونانس وبارل ريزونانس، يعني عندك سيرتن فريكوينسي اوميجا 1 اللي هي 1 على جذر ال 1 سي 1 بتخلي النيوميريتور صفر، وفي نفس الوقت عندك سيرتن بارل ريزونانس فريكوينسي اللي هي اوميجا 2 بتخلي لك الدينومينيتور هو اللي بصفر، وبالتالي الامبيدنس بتشو بارل ريزونانس. وده شكل الفريكوينسي ريسبونس بتاع الكريستال اوسيليتور. عادة احنا في الديزاين بتاع كريستال اوسيليتورز بنعتمد على البارل ريزونانس بتاع الكريستال اوسيليتور. طيب احنا ازاي ممكن نبيلد اوسيليتور من الكريستال عشان يطلع لنا الكريستال اوسيليتور اللي احنا عايزين نوصل له؟ احنا عارفين من كورسز الفيزيكس ان انا لو عندي انرجي ستورد في كاب والكاب ده واصل بكويل، الانرجي هتروح من الكاب للكويل وبعد كده ترجع من الكويل للكاب، وبالتالي هيبقى عندي نوع من انواع الاوسيليشن، هيطلع لي اوتبوت فولتج بيوسيليت بالمنظر ده. بس نتيجه انه في شويه لوسز او اللي احنا عاملين لها موديلنج بار بي هنا، الاوسيليشن دي عالديكي، وبالتالي لو انا عايز اسستين الاوسيليشنز بحيث انها تفضل موجوده على طول، انا محتاج الار بي دي احط حاجه تكنسل الار بي دي. ازاي هنكنسل الار بي دي؟ ممكن نكنسل الار بي دي عن طريق ان احنا نعمل اكتف سيركت بتجنريت نيجاتيف ريزيستنس. يبقى عندنا سيركت اكتف سيركت بتجنريت نيجاتيف ريزيستنس تكنسل الار بي بحيث يفضل عندي ال والسي يقدروا يسستين، يعملوا سستيننج للاوسيليشنز
بالمنظر ده. طيب هو احنا مش احنا لسه في السلايدز في بدايه المحاضره كنا شايفين ال سي اوسيليتور تاني، ولما جينا نفصل الاوسيليشن قعدنا نتكلم على ان احنا محتاجين نحقق فيز شيفت 360. طيب اوكي، امال اللي احنا بنعمله دلوقتي ده ايه؟ اللي احنا بنعمله دي طريقه تانيه ان احنا نفكر فيها في الاوسيليتورز. طيب ده معناه ان ال سي اوسيليتور اللي فات برضه بيفولو نفس الكلام وفي سيرتن نيجاتيف ريزيستنس؟ هو في برضه نيجاتيف ريزيستنس وبيفولو نفس الكونسبت، لان احنا لو جينا نحسب لو جينا للكروس كابل ترانزستورز اللي كانوا موجودين في ال سي اوسيليتور وحسبنا الانبوت ريزيستنس لوكينج انتو التو تيرمينالز بتوع الكروس كابل ترانزستورز من هنا، حطينا السمول سيجنال موديل بتاع ترانزستورز وجينا نحسب الايكويفالنت انبوت ريزيستنس هيطلع لنا نيجاتيف ايكويفالنت انبوت ريزيستنس. اوكي، وبالتالي دلوقتي تتحول مشكله ان احنا نبيلد كريستال اوسيليتور باستخدام الكريستال اللي هي في الاخر عباره عن mainly parallel resonance circuit. ازاي ان احنا نبيلد سيركت اكتف سيركت بتدينا equivalent نيجاتيف ريزيستنس عشان نضيع نكنسل اي losses في الـ LC tank ونقدر نسستين السيركت. السيركت اللي موجوده في السلايد هنا دي واحده من الستاندرد سيركتس ان احنا نجنريت نيجاتيف ريزيستنس علشان الكريستال اوسيليتور. عباره عن سمبلي ترانزستور كويس واتنين كاباسيتورز. طبعا البايسنج سيركتس الترانزستور ده محتاج دي سي بايسنج سيركتري عشان نحطه في الساتوريشن، بس البايسنج سيركتري مش شون هنا في الفيجر، وهنضيف الكلام ده ليتر، بس خلينا نركز الاول على المين بيهيفير. طيب ازاي احنا النيجاتيف ريزيستنس اللي هنطلعها هتبقى ما بين التو تيرمينالز اللي هنا اللي هم الجيت والدرين بتوع الترانزستور؟ ازاي ممكن نحسب الزين انبوت؟ بالطريقه الستاندرد بنحط اكسلريشن في اكس وهيمشي كارنت اي اكس ونحسب في اكس على اي اكس، هي دي الانبوت امبيدنس. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق ان احنا نعمل كي في ال في اكس وبعد كده الفولتج دروب اللي على سي بي وبعد كده الفولتج الدروب اللي على سي اي وراجع هنا تاني. طيب احنا عندنا دلوقتي الكارنت اللي ماشي في سي اي، الكارنت اللي ماشي في سي اي هو اي اكس، وبالتالي الفولتج اللي موجود على CE تمام هو IX على SCE. الفولتج اللي هنا ده بيتضرب، ده الـ VGS بتاع الترانزستور هيتضرب في GM فيسحب كارنت اسمه I1. الكارنت I1 ده هيساوي كام؟ هيساوي GM في الفولتج اللي هو IX على CE في S اللي هو الفولتج اللي على كاباستور CE. خلاص بقينا احنا عارفين الكارنت I1 اوكي وادي كارنت IX، اقدر اعمل KVL. الكارنت اللي ماشي في CP هيبقى هو IX minus I1 كويس مضروب في الامبيدنس بتاعت CP وبعد كده IX مضروب في الامبيدنس بتاعت CE وبعد كده نرجع تاني على VX. هو ده ال KVL اللي موجود قدامنا هنا، ونقدر على طول دايركتلي نجيب IX الناحيه الثانيه يبقى VX على IX يدينا Z input 1 على SCE 1 على SCB وبعد كده GM على CA CB S square. لو جينا شلنا الاس وحطينا بدلها جي اوميجا هنلاقي ان الاس سكوير تيرم هيديني ماينس جي ام على سي اي سي بي اوميجا سكوير. وبالتالي هنلاقي ان الاكتف سيركت اللي احنا كانت موجوده في السلايد اللي فاتت في الاخر بتديني امبيدنس ايكوفالنت ان انا عندي كاباستور زائد نيجاتيف ريزيستنس. فده اللي موجود هنا ده موديل كويس او الكتريكال موديل للسيركت الاكتف سيركت اللي كانت موجوده في السلايد اللي فاتت. وهنلاقي الترانزستور ظاهر لنا او مانيفست اتسلف هنا از الماينس جي ام الجي ام الموجود هنا. اوكي البوتوم لاين هنا ان انا باكتف سيركت واثنين كاباسيتورز قدرت احصل على سيرتن ايكويفالنت سيركت فيها سيرتن نيجاتيف ريزيستنس. واضح جدا ان احنا لو هنكومباين الاكتف سيركت دي مع الكريستال نقدر نوصل ان احنا نعمل كريستال اوسيليتر او سيركت بتعرف تسستين الاوسيليشنز الناتجه من يبقى ده شكل السيركت بتاعت الكريستال اوسيليتر. هيبقى عندنا كريستال حاطينه بالشكل ده وبعد كده حاطين السيركت اللي بتدينا النيجاتيف ريزيستنس. برضه في السكيماتيك السمبليفايد سكيماتيك ده لسه البايسنج سيركت بتاعت الترانزستور مش شون. لو جينا حطينا الالكتريكال مودلز بتاعه الكريستال وبتاعه الاكتف سيركت اللي احنا جبناها نوصل لحاجه
بالشكل ده، ادي كريستال وادي الاكتيف سيركت. اوكي، طبعا انت المفروض لما بتجيب كريستال، المفروض ان الداتا شيت بتاعتها هتلاقي عندك L1 C1 C2 وايرس، كل دي فاليوز جيفن ليك. الديزاينر بيبقى محتاج ان هو يديفاين CA وCB وGN طبعا، اللي هو ترانزستور بيزيكلي يعني. وعلشان الاوسيليشن تبقى سستيند، لازم طبعا تبقى النيجاتيف ريزيستنس بقيمه معينه، بحيث ان هي تعرف تكنسل اللوسز اللي في الكريستال. احنا من غير اناليسيس، ما عملناش اناليسيس، بس المفروض الكونديشن اللي موجود قدامك ده يتحقق. محتاجين نحقق الكونديشن ده كويس عند البارلل ريزونانس فريكوانسي بتاعه الكريستال، وبالتالي احنا يعني محتاجين نحقق الكونديشن ده عند الفريكوانسي اوف اوسيليشن عشان نسستين الاوسيليشن. طيب براكتيكالي لو بنعمل ديزاين لكريستال اوسيليتر بنختار الفاليوز ازاي؟ هنلاقي ان في تريد اوف في اختيار الفاليوز بتاعت سي اي وسي بي. احنا اتفقنا ان بيت الفاليوز، بيت الكومبوننتس اللي كانوا موجودين، كانوا كومبوننتس موجودين في الداتا شيت. طيب السي اي والسي السي بي، هنلاقي ان في تريد اوف في اختيار الفاليو بتاعتهم. اوكي، طبعا احنا من مصلحتنا ان السي اي والسي بي يبقوا كبار على قد على قد ما نقدر، بحيث ان هم حتى في السكيماتيك اللي فات يبانوا كانهم شورت سيركت، وبالتالي ما ياثروش على الريزونانس فريكوانسي بتاعه الكريستال، كانهم مش موجودين. لكن في نفس الوقت برضه هنلاحظ ان لو سي اي وسي بي كبروا، هنلاقي ان النيجاتيف ريزيستنس فانكشن فيهم، النيجاتيف ريزيستنس طالعه ماينس جي ام على طالع في السي اي والسي بي، وبالتالي في اوبتيمم فاليو للسي اي والسي بي، ولا ينفع يزيدوا قوي ولا ينفع نصغرهم قوي. اوكي، تيبيكال فاليوز بقى، براكتيكال فاليوز بنستخدمهم للسي اي والسي بي عاده بيبقوا من 10 ل 20 تايمز اصغر من السي 2. السي 2 ده اللي هو الكاباستور، واحد من الكاباستورز الموجودين في الموديل بتوع الكريستال. السلايد دي شكل كومبليت كريستال اوسيليتور سيركتس. نخلي بالنا ان الكريستال في حد ذاتها مش بتباس الدي سي، حتى الموديل بتاعها واضح ان هتلاقي فيه كاباستورز في كاباستورز بين التو تيرمينالز بتوع الكريستال، وبالتالي مفيش دي سي. الكريستال ما ينفعش نعتمد عليه ان يعمل دي سي بايسنج. فهنلاقي انه في السيركت اللي على الشمال هنا في ريزيستور ار اف واصل ما بين الدرين ووصل الجيت. الهدف هنا ان هو يبايس الجيت، يديله دي سي بوتنشال البروبر بتاعه. خلي بالنا بس انه طريقه التوصيل، ان انا اخد بايسنج للجيت او للانبوت سيركت من الاوتبوت سيركت من عند الدرين، ده بيسمى جنرالي سيلف بايسنج، بيسموه سيلف بايسنج تكنيك، ومستخدم كتير جدا في الامبليفايرز. هنلاقي ان في 3 ديفرنت امبلمنتيشنز قدامنا. واضح طبعا الامبلمنتيشن اللي على الشمال دي probably دي هتبقى مور مناسبه اكتر لديسكريت الكترونكس امبلمنتيشن. هتلاقي ان اللود ريزيستيف هنا، الامبلمنتيشن في النص بدل اللود ريزيستيف حطينا كارنت سورس على انه لود، وبالتالي دي برضه مور سوتد للانتجريتد سيركتس. وبعد كده one of the most popular، يعني خلاص one of the most popular implementation لكريستال اوسيليتور، ان هي بتبقى زي انفرتر بيز. بتلاقي انه انت موصل التو ترانزستورز الامبليفاير بتاعك على انه انفرتر لايك امبليفاير، وبرضه في سيلف بايسنج الار اف والكريستال محطوطه. اوكي، ودي one of the most popular implementations لكريستال اوسيليتور في انتجريتد سيركتس. دي implementation لكريستال اوسيليتور، طبعا دي مور مناسبه اكتر للديسكريت امبلمنتيشن. هنلاقي ان اللود محطوط ككويل. طبعا في الديجيت سيركتس احنا بنافويد الكويلز، بنافويد ان احنا انكريز النمبر اوف كويلز او احنا نستخدم كويلز اساسا. الكويل اللي هنا محطوط بحيث ان هو يدي دي سي بايس للترانزستور، وفي نفس الوقت يبقى هاي امبيدنس او في هاي امبيدنس عند الفريكوانسي اوف اوسيليشن، يعني كانه اي اكت، كانه اوبن سيركت عند الفريكوانسي اوف اوسيليشن. لو انا بستخدم كويل على انه اوبن سيركت في الار اف او في الهاي فريكوانسي، وبستخدمه انه يدي دي سي بايس، عاده دي بنسميها ار اف تشوك كويل. ده ملخص للاوسيليتور زي احنا اتكلمنا عليهم، رينج اوسيليتور، الكروس كابلد اوسيليتور او ال سي بيزد، والكولبت
الفيس شيفت، الوين بريدج، والكريستال اوسيليتر. ده ملخص اللي احنا قلناه. في بعضهم مناسب للانتجريتد امبلمنتيشن، بعضهم مناسب اكتر للديسكريت امبلمنتيشن. دي الفريكوينسي رينجز، البراكتيكال فريكوينسي رينجز لكل واحد فيهم كويس. وفي الاخر خالص الابلكيشنز، الابلكيشنز بتاعت كل اوسيليتر منهم. هنا مجرد اكزامبل سريع على السيركتس، على اوسيليترز، واحد من الاوسيليترز اللي خدناهم. دي دايره اف ام ترانسميتر، عباره عن مايك، السيجنال بتبقى اي سي كابلد على كومن ايميتر امبليفاير، كومن ايميتر امبليفاير. وبعد كده الاوتبوت سيجنال اللي هي امبليفايد اوديو سيجنال بتموديليت الفريكوانسي اوف اوسيليشن بتاع كولبوت اوسيليتر. ده كولبوت اوسيليتر زي اللي احنا كان موجود في السلايدز، الفريكوانسي بتاعته بتبقى موديليتد بالاوديو سيجنال اللي جايه من المايك، وبالتالي الفريكوانسي بتاعته بتبقى فريكوانسي موديليتد بالاوديو سيجنال. وبعد كده السيجنال رايحه على انتن.